أنا طبعاً برحب بكم في مكانكم نقابة المحامين، وبقول إن المحاماة مهنة عظيمة، مهنة راقية، مهنة العظماء في مصر، مهنة مكرم عبيد ومصطفى كامل وسعد زغلول، مهنة الزعماء، مهنة الوزراء. كان زمان يقولوا دي كلية الوزراء، يطلع منها وتخرج منها الوزراء. فعلا مهنة المحاماة مهنة عظيمة، وأنا بقول لكل واحد من أبنائنا المحامين، اختار المكتب اللي يليق بك، مش أي مكتب أنت تروح. لازم تسأل قبل ما تروح المكتب، تسأل المكتب ده كنيته إيه، وضعه إيه، عشان تروح مكتب كويس وتتخرج في مكتب كويس. ولازم وانت في المكتب وبتشتغل تعتبرش بتشتغل مع محامي، تعتبر المكتب ده مكتبك، فتشتغل فيه وكأنك بتؤدي العمل لنفسك مش لمكتب المحامي. اذا مشيت بهذه الطريقة هتبقى انت بتبني نفسك بنفسك، وتبقى محامي كبير. في يوم من الايام هشوف منكم ناس نقباء وأعضاء في مجلس النقابة، وناس في مناصب عليا بإذن الله. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.